تبريرات عديدة ومواقف رافضة هو ما عبر به تجار إمبراطورية سمار للمواد الغذائية بالجملة ضد قرار تحويلهم إلى سوق خروبة بولاية بومرداس، فالقرار حسبهم لا يلبي التطلعات، خاصة وأن نسبة كبيرة من هؤلاء يملكون هذه المحلات وليس مجرد مؤجرين لها. هذاك السوق هذاك ما يساعدناش 100%، ما كاش اللي يروح كاع، ما كاش حتى واحد اللي يروح. حابين يعطونا بيرتوتا والله سيدي موسى والله حاجه السوق اللي قريب ما نجمش نروح انا نخلي حانوتي عندي هنا استحوان نخليهم ونروح للخروبه. نو ما كاش منها، وخروبه دونجي هذه ديرها مليح في راسك، الكونتينر كي تدخل في النص تاع الطريق راحت 80% رزقهم هنايا، يعني 80% رزقهم. زبائن سوق سمار أيضا اعترضوا على القرار مبررين ذلك بانعدام ظروف الأمن بالسوق الجديد، بالإضافة إلى موقعه البعيد عن المناطق الحضرية وقلة الطرق المؤدية إليه مقارنة بسمار، ما يصعب من مهمة تموينهم بالسلع اليومية حسبهم. ما قدروش نروحوا، إيه؟ اللي هي بعيد الحال ما تساعدناش. ما نروحوش الخروبة على سمار، وش خصو أعطينا بيرتوتا او كاين هنايا سيدي محمد يعطينا ما نروحوش الخروبه بزاف. سوق القبة للمواد الغذائية ومواد التغليف بالجملة أيضا معني بالقرار، وإخراجه من العاصمة يخفف الضغط لأن توسطه لهذه التجمعات السكنية يسبب زحمة خانقة للساكنة والمرة يوميا، لكن حسب الباعة لا تنازل عن هذا المكان من طرف هؤلاء. بلاصة عيانة تاع الخروبة هذه، ايه شفتها شحال من خطرة في 2004، رحنا ليها 2004 ولا 2005 ما عجبتناش، بلاصة خالية كاع، وهنا الوسط هنا قابضين كلش، هنا بلاصة تاعتي المشاري يخاف باير عليها، خدام باير يعمل يخاف، بلاصة هذيك ايزولي مطرفة كاع جاية في جبل بوزكزا. بين معارض لقرار الحكومة ومؤيد بتحويل هذا السوق سوق السمار أو إمبراطورية السمار كما يحلو للكثير تسميته إلى مدينة خروبة بضواحي بومرداس، لكل تبريراته ومواقفه بخصوص هذا القرار، لكن الأكيد أن الجهاز التنفيذي هو من ستكون له كلمة الفصل في هذا القرار الذي سوف يتم تطبيقه في السنوات القليلة القادمة أو يتم التراجع عنه.